ومرحبا بكم في قناة نجاة. في هذا الفيديو أود أن أعرض محرك الأقراص الصلبة RAV Power ميني SSD الخارجي بسعة 1 تيرابايت. لنبدأ، أرخص SSD RAV Power يعتبر ميني خارجيا. نقل وتخزين البيانات من المستوى التالي، موثوق به من قبل المستهلكين في أكثر من 60 دولة. يوفر لك RAV Power منتجات التخزين ونقل البيانات بأحدث التقنيات، مما يمنحك الراحة والكفاءة. ملاحظة، توفر واجهة USB 3.1 Generation 2 سرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، مما يضاعف معدل بيانات USB Generation 1. حل النسخ الاحتياطي الموثوق. جهاز النسخ الاحتياطي الموثوق به باعتباره أصغر محرك أقراص صلبة خارجي من RAV Power من أي وقت مضى. هذا القرص الصلب المحمول يتميز بمعدل قراءة كتابة أسرع من الصوت، يصل إلى 504 ميجابايت ثانية. مجموعة شرائح وحدة تحكم USB Type-C CGMS 508 SM2258XT محدثة. توفر علبة سبائك الزنك حماية محرك أقراص USB الخارجي من القطرات القصيرة، في حين يوفر السطح المخبوز الذي يشبه البيانو أداء تبريد مذهل ويقلل من استهلاك الطاقة. ضد الصدمات، توفر علبة سبائك الزنك الحماية من القطرات القصيرة، في حين يوفر السطح المخبوز مثل البيانو أداء تبريد مذهل. تحويلات توربو المشحونة، يدفع معدل القراءة الكتابة إلى 504 ميجابايت ثانية لنقل ملفات الوسائط في ثوان. ملاحظة، قد يختلف أداء البيانات في ظل ظروف مختلفة. ملاحظة، للوصول إلى سرعات نقل قصوى تبلغ 504 ميجابايت ثانية، يجب أن يدعم الجهاز المضيف وكابلات التوصيل USB 3.1. يجب تمكين الجيل الثاني ووضع ASUN POSSIBLE. سرعة النقل 504 ميجابايت ثانية. NAND Flash USB 3.1 Generation 2 Interface. شرائح GMS 508 بمعدل 10 جيجابت في الثانية. تشفير البيانات ATA Lock ومانجمنت سوفتوير ويندوز 7 أو أعلى، ماك أو إس 10.11 أو أعلى، ذكري المظهر. متوافق مع الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وماك بوك وأندرويد وماك وآي